والمزيد من المتابعة مشاهدينا تنضم إلينا من بيروت الدكتورة تمارا برو باحثة في العلاقات الدولية. مرحبا بك معنا على شاشة القاهرة الإخبارية. برأيك متى يقبل بنيامين نتنياهو بوقف إطلاق النار؟ صباح الخير، تحية لك وللمشاهدين. منذ عملية طوفان الأقصى قال رئيس الحكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو بأنه سيعمل على بناء شرق أوسط جديد، وعاد وكرر هذه الجملة عدة مرات خلال لقاءاته واجتماعاته، ولذلك يسعى بنيامين نتنياهو إلى بناء شرق أوسط جديد تكون إسرائيل هي القوى الإقليمية المسيطرة في المنطقة. بشكل عام بالنسبة إلى لبنان، قال بنيامين نتنياهو أن خطته هو إعادة المستوطنين إلى شمال فلسطين المحتلة، ولذلك قام بالهجوم والعدوان على لبنان، ويحاول إنشاء خط عازل على الحدود اللبنانية مع شمال فلسطين المحتلة. هذا الهدف المعلن، ولكن الهدف الأساسي الذي يسعى إليه بنيامين نتنياهو هو بناء شرق أوسط جديد، ولكن هذه خطته هي فاشلة ولم يتحقق منها أي شيء بسبب المقاومة الشرسة سواء في منطقة في قطاع غزة أو في لبنان أو في اليمن والعراق. ويعني خطة بنيامين نتنياهو هذه لم يكن ليمشي بها لولا الدعم الأمريكي الكبير واللامحدود لإسرائيل ولإسرائيل من خلال الأسلحة وغير ذلك. يعني حتى هناك تقارير أن أكثر من 70% من الأسلحة المستخدمة في غزة وفي لبنان هي صناعة أمريكية، حتى بالنسبة إلى التدمير الذي شهدته شمال فلسطين المحتلة من وراء صواريخ ومسيرات المقاومة. يعني إسرائيل أو حتى انهيار اقتصادها هي لا تكترث لهذا الموضوع كثيرا، لأنها تعلم أن هناك دعم أمريكي وغير أمريكي غير منقطع. بالضبط نعم. والتساقط مع ما تقولين، فصحيفة كانالي 6 استنكرت حديث إسرائيل عن السلام بينما هي من تواصل الحرب، تعليقك؟ إسرائيل هي التي مستمرة في الحرب، هي التي ترفض المفاوضات. في البداية تقول أنها تسير مع مفاوضات وترسل مبعوثيها سواء إلى الدوحة أو القاهرة، ولكن من بالناحية أخرى عندما نرى أن يضع بنيامين نتنياهو شروط تعجيزية من أجل إطالة أمد الحرب سواء في غزة أو في لبنان. يعني حتى بالنسبة إلى لبنان مثلا، خلال شهر أيلول وافق لبنان على تنفيذ القرار 1701، وبنيامين نتنياهو عندما سافر إلى الجمعية العامة بنيويورك بدل رأيه وقام بالعدوان على لبنان واغتيال السيد حسن نصر الله، ظنا منه بأنها اغتيال السيد وقادات الصف الأول والثاني في المقاومة اللبنانية، يعني سيعمل ذلك على انهيار والمقاومة، وبالتالي ستتمكن إسرائيل من تحقيق مبتغاها في لبنان، مثلا يعني الاتيان برئيس جمهورية او نظام سياسي يميل الى اسرائيل. ولكن تفاجأت اسرائيل بفشل خطتها وبثبات المقاومة وإعادة ترتيب صفوفها، حتى ان لبنان يعني لبنان رسميا وحتى المقاومة قبلت الالتزام بالقرار 1701 وانتشار الجيش واليونيفيل على الحدود اللبنانية جنوب نهر الليطاني، وأبدت استعدادها لوقف إطلاق النار، لكن إسرائيل هي التي لا تريد وقف إطلاق النار وتضع شروط تعجيزية يعني كي لا يقبلها لبنان. يعني مثلا لبنان لن يقبل بانتهاك السيادة اللبنانية والسماح للطائرات الإسرائيلية بالتحليق في الجو، حتى أن هناك دبلوماسي فرنسي قال بأن ما يريد ما طلبه بنيامين نتنياهو هو صفقة تطبيع مع لبنان، وبالتالي يعني نعم طبعا دكتورة هذه تمارا من الشروط التعجيزية التي لن يقبلها لا الحكومة اللبنانية ولا المقاومة ولا مفهوم. الشعب اللبناني أيضا مفهوم. أشكرك شكرا جزيلا من بيروت دكتورة تمارا برو باحثة في العلاقات الدولية.